لو متابع أخبار وبتتفرج على التلفزيون هتسمع عن حرائق الغابات اللي بتحصل دلوقتي في أماكن كتير من العالم. الحقيقة إن من كتر شدتها بتتسمى العواصف النارية، واللي بتكون كارثة حقيقية على النظام البيئي والكائنات الحية في الغابة دي، وبيكون ليها أسباب كتير، منها طبيعية زي إن ممكن شرارة البرق تكون البداية، وممكن يكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير، ومنها أسباب ناتجة عن إهمال البشر زي مثلاً إن حد ممكن يرمي سيجارة فتمسك في ورق شجر ناشف وتكون دي البداية، وممكن شرارة من سلك كهرباء مقطوع، وطبعاً دي بتكون بيئة سهلة جداً لانتشار الحريقة بسبب الحطب اللي موجود في الغابة وورق الشجر الناشف، وللأسف بتستمر لأيام كتير بسبب صعوبة السيطرة عليها وشدتها وسرعة انتشارها بسبب الرياح، وزي ما قلتلكوا بتؤدي للأسف لدمار الغابة تماماً وما بيفضلش منها غير الرماد. تخيلوا إن حرائق الغابات بيكون ليها فوائد. الشجر والغابات الكبيرة دي بتكون بداية تكوينها هي بذور صغيرة نزلت في التربة وسقتها مية المطر وطلعت شجر كبير وجميل، واللي بيحصل في الحريقة الكبيرة إن ملايين من البذور بتنقلها الرياح السخنة لمنطقة تانية وتقع في التربة وتشكل غابة جديدة وتبدأ تتكون حياة طبيعية تانية في أماكن نمو الغابات الجديدة دي. وكمان الرماد اللي بيطلع من الحريقة بيزود خصوبة التربة لأنه متكون من عناصر مهمة جداً لنمو النبات، والحريقة بتنظف الغابة من ورق الشجر الناشف وتوسع مكان لأشعة الشمس المهمة جداً لنمو النبات علشان توصل للتربة، وبكده يطلع شجر كبير وصحي. وفي شجر أصلاً بيحتاج لدرجات الحرارة العالية بتاعة الحريقة علشان تتفتح البذور بتاعته وتتنقل لمكان تاني وتكون فيه غابة جديدة.